اللازم فضل المولى احمد حسن واحمد عوض احمد السعيد. بالنسبه للمنتخب الجزائري قندوز أليكسيس في الحراسة على الجهة اليمنى بالخيطر مختار على الجهة اليسرى، العوافي يوسف في وسط الدفاع، كداد شعيب وأيوب عبد اللاوي. وانطلاقة المباراة في هذه اللحظات، كرة أولى للمنتخب الجزائري والهدف الأول مش عارف بعد ثانيتين أو ثلاثة مزيان يسكنها مباشرة في الشباك السوداني. يا سلام، ثلاث ثواني أربع ثواني ظهر لي أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الجزائرية أو العالمية أو الإفريقية كما تريدون. طبعا جينيس أكيد أنه سيحتفظ بهذه المدة الزمنية القصيرة. شوف مباشرة كرة في الظهر وبدون انتظار بالقدم اليمنى يسكن الكرة في شباك.